كان بوليسي روح جيب لا عيب عليك اهو جيب لي بوليسي لا عيب عليك لا بشوية بشوية بالقاتل بالله لا اصبر شوف هذه نحن في انتخابات في رئيس المجلس الولايه. نحن عملنا ورقه جابونا ورقه زرقاء قلنا لهم خرجت اشاعات باللي راو خرجوها البلتان. طلبنا مع السيد الوالي باش يبدلها وبالتالي اسمح لي بعد ما بعد بعد اسكتي بعد 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 شقاء وتعب قبل سيد الوالي باش يبدلها ومن بعد تظهر ورقه في جيبهم في ليزامبلوف تاعهم زرقاء رغم نحيناه وهذه ما عندهاش الاداره تقول ما خرجتش والاداره ما خرجتش وهي نحن نخدموا بالبيضة والبيضة خرجت وهذه عفن وهذه اداره نحن نطلب من السلطات العليا تتدخل فيها في المشكله هذا مقر المجلس الشعبي ولايه تبسه كنا شاكين في الامر من البدايه وطلبنا بتغيير وقت التصويت والحمد لله الامر كشف في اخر لحظه انسان استاذ محامي عنده ورقه اخرى في جيبه فيها لا وهابط للصندوق بورقه واحده اخرى هذه هي الديمقراطيه هذا هو الناس اللي حابين يمثلوا الشعب في ولايه تبسه وهذا هو اللي الشعب حاط عليه الامل باش يهزوا عليه الغبن في ولايه تبسه